وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة. هذا وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها في الأول والثاني والثالث من سبتمبر. وأشاد وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي الذي تشهده أعمال لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومن قبلها اللجنة الفرعية بمجلس النواب أثناء مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لم يتم المصادرة على رأي أحد، وهو ما أكد عليهم ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية.